فيما يخص بريق جبهة التحرير الوطني، انتظروا بريقها خلال الأيام القادمة. جبهة التحرير الوطني تعرض إلى حملة ممنهجة مع أشخاص من طرف جهات تختلف إيديولوجيا مع خط جبهة التحرير الوطني، وفيه من يختلف حتى مع خط أول نوفمبر. نؤكد بأننا نوفمبريون ونحن من صنع نوفمبر. المرجعية نتاعنا هي بيان أول نوفمبر لا زيادة ولا نقصان. في بيان نوفمبر يقول من الأهداف الثانية وإعادة بناء الدولة، مش بناء الدولة، الدولة كانت موجودة دخلت في سبات أو غفوة 132 سنة، لكن جبهة التحرير الوطني هي التي قادت الشعب الجزائري لاسترجاع سيادته وبنت البلاد كحزب. إذا لدينا كل ما نفتخر به. هناك من ينتقد أشخاص في جبهة التحرير الوطني وهذا شيء طبيعي. هناك أشخاص منا نقول للشعب والمناضلين لا تؤاخذونا بما فعله السفهاء منا كأشخاص. هناك من يريد تصفية حسابه مع جبهة التحرير الوطني كبرنامج كمبادئ كقيم، نحن هنا نتصدى له.